السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. حديثنا حول تلامذة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان حوله مجموعة من التلاميذ، هم رجال حول الرسول، كانوا يفضلون أن يسموا أنفسهم تلاميذ رسول الله، وكل واحد منهم روى لنا أحاديث نبوية شريفة. التلميذ يروي عن معلمه، يروي عن أستاذه، وإن شاء الله تعالى في كل حصة نتناول حديثا لتلميذ مع معلمه وأستاذه، نستفيد مما فتح الله عليه من معارف ومن علوم وتوجيهات وإرشادات. اليوم نتناول تلميذ نجيب من تلامذة رسول الله، شاب في مقتبل العمر، إنه معاذ ابن جبل. سيدنا معاذ من زينة شباب الصحابة، الذي قلبه عامر بالإيمان ودوما يبحث عن الخير ويتزاحم بمنكبه لكي يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسأله أسئلة ويستفيد مما عنده، وهذا ما يسمى بطلب العلم. الدرس الذي استفاده معاذ في حلقة اليوم هو الجواب عن سؤال يهمنا جميعا، وهو: ما هي الأعمال التي تدخل العبد الجنة وتبعده عن النار؟ حديث رواه الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه والترمذي، أن سيدنا معاذ بن جبل كان في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقافلة كانت ممتلئة بالناس، كان هناك ازدحام، وسيدنا النبي في مقدمة القافلة، فصار معاذ يتزاحم ويتسلل بين الناس حتى وصل إلى جانب النبي الكريم، فأسند كتفه على كتفه وتدلل له وقال: يا رسول الله، أريد أن أسألك عن سؤال. قال: تفضل. قال: يا رسول الله، دلني على عمل يقربني من الجنة ويبعدني عن النار. فتعجب النبي الكريم من نجابة معاذ، فقال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير لمن يسره الله عليه. ثم قال النبي الكريم مبينا الأعمال التي تدخل الجنة، قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل شعار الصالحين، لقول الله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: كف عليك هذا، وأشار إلى لسانه. قلت: يا نبي الله، أوين لمواخذون بما نتكلم به؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم، أو قال على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم؟ صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الصحيح هو درس من معلم وأستاذ إلى تلميذه النجيب، أعطاه سؤال وأجابه، ثم حرص على أن يطبق ما جاء في مضمون الجواب. فسيدنا معاذ علم على التلاميذ كيف ينبغي أن يكونوا. التلميذ هو الذي يبحث عن الأستاذ، هو الذي يطرق باب الأستاذ، وأحيانا قد يزعج الأستاذ، لأنه يسمى طالب علم، هو يطلب وهو يشعر بالشوق والعطش للمعلومة. فلهذا من صفات التلميذ أنه متعطش
وأنه يبحث عن المعلومة. أما الأستاذ فيكون قلبه كبير ويكون حسه مرتفع، وهمه الأكبر هو أن يعلم تلامذته ويوجههم ويربيهم. فحينما كان سيدنا معاذ يتزاحم في القافلة حتى وصل إلى النبي الكريم يمشي خطوات ويتسلل بين الازدحام، سلم على النبي الكريم وسأله بأدب: يا رسول الله، أريد منك أن تعلمني شيئا يدخلني إلى الجنة أو يقربني إلى الجنة ويبعدني عن النار. سبحان الله، انظروا إلى السؤال، لم يسأله يقول له: أريد أن تعلمني طريقة أكتسب بها المال، أو طريقة أحوز بها على منصب أو على وظيفة أو على أي شيء من متاع الدنيا. لا، لم يسأل عن متاع الدنيا، لأنه يعلم نصيبك سيصيبك، والدنيا تمر كما شاء الله، والأمور في الدنيا قائمة بأمر الله، لا داعي للإنزعاج، رزقك سوف يصل إليك، وما كتبه الله لك أو عليك ستناله، هذا لا شك ولا ريب. الدنيا أمرها منتهي، لكن الأمر الأهم هو الآخرة. فسيدنا معاذ يسأل: ما هي الأعمال التي تقربني إلى الجنة وتبعدني عن النار؟ جواب النبي الكريم قال: لقد سألت يا معاذ عن أمر عظيم. هذا أمر عظيم، هذا أمر جلل، إنه أخطر أمر في الوجود. قد تسألني عن قضية دنيوية بسيطة، إذا حصلت أو لم تحصل الأمر سيان، لكن هذا الأمر ما يبعد عن النار ويقرب الجنة، من فاته هذا الأمر فاته كل شيء وضاع له كل شيء. لهذا قال له: لقد سألت عن أمر عظيم، أمر جلل. فهذا الحديث يقول للعلماء إنه قاعدة عظيمة من قواعد الدين، وأصل جليل من أصول الدين. ثم قال: وإنه ليسير على من يسره الله عليه. لا تظن بأن الطريق إلى الجنة هو صعب أو الابتعاد عن النار شاق. حقا في حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. الطريق إلى الجنة حف بالمكاره، كيقولوا بالدارجة، الطريق ديال الجنة في عقبة، في عقبة يعني مرتفع، لا بد من الجهد، لا بد أنك تبذل معاناة لكي تصل إلى الأعلى. أما الطريق إلى النار فقد جاء في منحدر، أنك غير كتبدأ هو يجرك، لأنه مبني على الشهوات والملذات. أما الجنة فيها المشقة، فيها التعب، فيها قيام الليل، فيها الصيام، فيها كظم الغيظ. حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. لكن سيدنا النبي مع كل هذا لا يخوف، دائما ييسر. قال له: وإن هذا الأمر ليسير على من يسره الله عليه. لأن القاعدة الأساسية في الدين أن الدين يسر، إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. الأصل في الدين وفي الشريعة وفي العقيدة كله ميسر على من يسره الله عليه. فأهل الإيمان لا يشعرون بالتعب، بالعكس الصلاة بالنسبة إليه ليست مشقة، بالعكس هي صلة بينه وبين الله، يستمتع ويتلدد بسماع القرآن، ويفرح حينما يعطي، ويجتهد حينما يخدم الآخرين، في حين أن الأمور المحرمة نفسه تشمئز منها. يقول: المحرمات من زنا وخمور هي مجال القاذورات، ونفسه تتقزز من هذه الأمور أوسخ، وكل ما هو حرام يبدو له نتم ويبتعد منه. ثم بدأ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين له ما هي الأعمال المقربة من الجنة. أول شيء قال له: تعبد الله ولا تشرك به شيئا. أول شيء هو عبادة الله جل علاه. ما معنى العبادة؟ أنك تفرده وحده بالعبادة، ولا تشرك به شيئا. أيام زمان كان العرب يشركون بالله، هم كانوا مؤمنين، وإذا سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله،
العرب في الجاهلية كانوا مؤمنين، يؤمنون بأن الله موجود ويؤمن بأنه قاهر، لكنهم مشركون، يعتقدون بأن هناك أصنام وآلهة وأوتان مع الله، شركاء، وكأن هذه شركة فيها 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 أرباب متعددين، لذا يسمون أهل الشرك. هذا كان أيام زمان. اليوم في عصرنا هذا نجد أناس يعتقدون إما بالأبراج أو يعتقدون بالحظ السيء أو يقومون بقراءة الكف أو يقومون بالاطلاع على الطالع، هذه كلها من الشركيات. المؤمن يعتقد بأن الله وحده لا شريك له هو النافع الضار، المعطي المانع، الأول قبل الوجود والآخر بعد الخلود، المطلق عن الحدود، ولا يشرك به شيئا، أن كل ما في الوجود من القوة لا تستطيع أن تنفعه بقطمير إذا لم يشأ ربك عز وجل. فالنفع من الله والضر من الله والعطاء من الله والمنع من الله، وكل شيء من عند الله. هذا هو العقيدة السليمة، أن تعبد الله لا تشرك به شيئا. معنى العبادة أنك تتدلل إلى الله، لأن البعض قد يصلي ويمن، أنا أصلي لله ويمن، ربنا قال قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. من علامات العقيدة السليمة أن العبد إذا صلى لربه يتدلل خاشعا، إذا كان يسير إلى المسجد تراه منكسر وتراه قلبه يشعر بالخوف وترى عيناه تدمع عظمة وإجلالا لله، وحينما يقول الله أكبر في صلاته يشعر بأنه يقف أمام الجليل أمام الجبار أمام القهار، فيصلي ويعبد ربه متدللا. وإذا كان في خلوة بعيد عن الناس لا أحد يراه لا يستطيع أن يتجرأ على محارم الله، قد يكون الشاب في بيته وبين يديه الحاسوب أو التلفاز وله كامل الصلاحية والحرية الفردية أن يدخل إلى أي قناة أو يدخل إلى أي موقع فيه محرمات، هو حر يفعل ما يشاء وبعيد عن أنظار الناس، ما في كاميرات مراقبة ولا عيون تتلصص، لكنه يستشعر بأن الله معه، الله معكم، فيشعر بالحياء من ربه، وبالحال يغير بدون تفكير، يغير القناة يغير الموقع إذا كان فيه أشياء محرمة، إنه استشعار رقابة الله. هذا معنى أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. ثم قال وتقيم الصلاة، بعد أن يستقر الإيمان في القلوب لابد أن تقيم الصلاة، والصلاة هي صلة بين العبد وربه، الذي لا يصلي قاطع للصلة بينه وبين خالقه، ما فيش شحن ما فيش تفريغ، ما كاينش باللغة العصر لا كونيكسيون بينه وبين الخالق، غير موجودة معطلة لأنني لا أصلي. وكلما كنت أصلي بالإقامة، إقامة الصلاة إقامتها معناها أصليها في وقتها مع الجماعة وأصحح الوضوء ولباسي طاهر ومعطر وأصلي متدلل، هذه هي إقامة الصلاة. لا كونيكسيون غتكون تري فورت، غيكون واحد غيكون الدبيب سيكون قويا، وعملية الشحن والتفريغ في الصلاة قوية. نحن البشر عند كل صلاة، وقد ثبت هذا اليوم في علم الطاقة، أن الإنسان يحوز عدة منغصات عليه في حياته، توتر، قلق، غضب، حزن، هم. كيف يمكن أن نتخلص من هذه المشاعر السلبية؟ عن طريق الصلاة. في السجود يتم التفريغ كل الطاقات السلبية، وعندما تصلي لله تفرغ هذا وتشحن طاقة نورانية إيمانية قوية إيجابية. وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. الصلاة هي علاقة بينك وبين الخالق، لكن الزكاة هي علاقة متعدية بينك وبين الخالق وتشمل الناس، أنك تبحث عن الفقراء وتبحث عن المساكين وتبحث عن المحتاجين وعن الأيتام وعن الأرامل وعن المرضى، تبحث عن هؤلاء المستحقين للزكاة وتذهب إليهم وتطرق بابهم وتعطيهم مما أعطاك الله.
هذا معنى إتيان الزكاة، أنك تبحث عليهم أو تسند أمرها لجهة معينة، إلى جمعية، إلى هيئة، إلى فقيه في المسجد فيه ثقة ويخاف الله ويعلم بأن الله محاسبه، فهذه المهمة تسند إلى غيره أو تقوم بها بنفسك. تؤتي الزكاة، أنت الذي تبحث عن الفقير، لا تنتظر أن يأتيك الفقير ويطرق بابك ويقول لك صدقة يا محسنين، هذا متسول. لكن الفقير الذي محتاج للزكاة هو في بيته ويعاني من ظروف صعبة ويستحي أن يطلب من الخلق، لأنه يطلب خالقه يا رب يوسع علي، فربنا يعطي الأمر للصالحين من خلقه فيأتون إليه وينتبهون إليه، يطرقون بابه ويعطونه مما أعطاهم الله. هذا معنى وتؤتي الزكاة. وتصوم رمضان، صيام رمضان، لأن الإنسان في كل شهر محتاج إلى مرحلة من التطهير، كما هو الأجهزة الإلكترونية ووسائل النقل وكل وسائل الميكانيكية، معروف أنها تحتاج إلى فترة نقاهة للتفريغ ثم إعادة التهيئة لكي تستأنف العمل. ربنا جعل المعدة والنفس البشرية محتاجة إلى مرحلة من الخلوة مع الله ومع الذات ومع التقليل من الطعام والشراب، هذا هو الصيام. وهذا الصيام طبعا فيه فضائل كثيرة ومتعددة. ثم قال وتحج البيت. حج البيت هو مؤتمر عالمي، ربنا أراد من الأمة الإسلامية التي هي متفرقة في الأمصار والأقاليم في جميع القارات في العالم العربي وفي المغرب العربي والمشرق العربي وفي آسيا وفي أوروبا وفي إفريقيا وفي أمريكا وفي أستراليا، المسلمون في كل مكان، أن لهم أن يلتقوا، ما يمكن أن يلتقوا، رغم أن الكوكب الأرضي صار الآن عبارة عن قرية صغيرة، ولكن صعب أن يلتقوا. ربنا جعل لنا كل سنة مؤتمرا عالميا يعقد بالحج، فحينما يقصد المسلمون بيت الله يلتقون من جميع الجنسيات، جميع اللغات، جميع المشارب والوطنيات، لهم رايات متعددات وجنسيات مختلفات ولغات متنوعات، لكن لهم عقيدة واحدة، تعبد الله لا تشرك به شيئا، الكل يقول لبيك اللهم لبيك. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بين للتلميذ معاذ ابن جبل أن هذه الأمور تقرب إلى الجنة، إنها أركان الإسلام. ثم قال له، لاحظ بأن الأستاذ والمعلم يحرص على أن يعطي معلومات إضافية ليس شحيحا، هناك بعض الأساتذة ربما قد يشح في المعلومة، يعطي للتلميذ معلومة ويترك الأخرى لفترة متباعدة أو ينتظر مقابل. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يعلمنا أخلاقيات المعلم وأخلاقيات الأستاذ، إذا سأله التلميذ يعطيه المعلومة ويضيف إليه المزيد معلومات إضافية لكي يتنور عقلك وتتفتح نفسك. فقال له يا معاذ، ألا أدلك على أبواب الخير؟ أبواب الخير، من يكره أن يعرف أبواب الخير؟ إذا وصلت إليها ولجت منها فزت ورب الكعبة. فقال معاذ بلى يا رسول الله، بلى، أبواب الخير بغيت نعرفها، ما هي الأشياء اللي ذكرت لي من قبل؟ هذيك أركان الإسلام، لأن لا, 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 لا أساس للدين بغير هذه الأركان، لكن الآن أبواب الخير ما هي؟ قال له أول شيء الصوم جنة، يعني يا معاذ أكثر من الصيام. ولماذا قال هذا الكلام؟ لأن سيدنا معاذ كان شابا وكان غضا وكان كله يشعل بالحيوية ويخشى عليه أنه يقع في الرغبة الجنسية أو غير ذلك، فأمره بالصيام. الصيام جنة يعني وقاية، الشباب الذي لا يستطيع أن يتزوج وعنده فوران الشهوة ولا يستطيع أن يغض من بصره، ما هو الحل؟ سيدنا النبي قال الصيام جنة أي وقاية، لأنه يجعل الشهوة فاترة. طبعا ليس يؤذي الشهوة أبدا، بالعكس، لقد ثبت طبيا أن الشباب الذين يبتعدون عن المحرمات ويغضون من أبصارهم
ويستعينون بالصيام يدخلون في مرحلة تسمى الراحة البيولوجية. الراحة البيولوجية، وحينما يتزوج تلك الراحة البيولوجية تعطي ثمارها، فتجده قويا. شباب أعرفهم مروا في حياتهم الحمد لله طاهرين، وقعوا في بعض الإعجاب لكنهم امتنعوا وابتعدوا عن المحرمات. هذه الراحة البيولوجية أعطتهم قوة، ظلت مكتنزة في أجسامهم. حينما تزوج بدأت هذه الرغبة في الانفجار مثل البراكين، وعاش حياة زوجية قوية وسعيدة، وقع فيها الإنجاب، وكل يوم وفي فرح وسرور ويشعر بالمتعة وكأن الله تعالى عوضه خيرا. بالمقابل هناك شباب كان يترك لنفسه الراحة المطلقة، كيقول لك أنا شاب ما لي أحكام ويفعل ما يشاء، وعنده لقاءات غرامية متعددة. وحينما تزوج شعر بالبرود التام، فصار يذهب إلى الطبيب ويلتمس الدواء، هل هناك من دواء، هل هناك من منشطات. وزوجته دائما كئيبة، زوجته محتشمة ومنكسرة، كتقول بأن هذا رجل وليس برجل. والمشكل لو أن هذا الشاب أخذ بوصية رسول الله الصوم جنة لدخل فيما يسمى بالراحة البيولوجية، ضمنت له فوران الرغبة وصار مباركا. أضف إلى ذلك هناك من يغضب، بعض الناس يغضوب، وإذا وقع في مكالمات سرعان ما يدخل في الشجار. أحسن طريقة للعلاج هو الصيام، لأن الصائم يقول إذا سبه أحد أو باغته يقول إني امرؤ صائم، إذا سبه أحد أو شتمه يقول إني امرؤ صائم، فالصيام جنة وقاية. قالوا أبواب الخير، هذا الصيام هذا ليس هو صيام الفرض، صيام الواجب في رمضان، لا، هذا صيام النفل، نصوم الاثنين والخميس، نصوم الأيام البيض، نصوم يوم عرفة، نصوم يوم عاشوراء، نصوم أيام نتقرب بها إلى الله، جنة وقاية. ثم قال والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. الصدقة هي غير الزكاة، الزكاة واجبة على الأغنياء للفقراء، أما الصدقة قد يعطي حتى الفقير، الفقير يعطي الصدقة، والغني بعد أن يعطي زكاة ماله ويظهر له أن هناك أناس فقراء محتاجين يعطيهم أيضا من الصدقة، يوسع عليهم، خصوصا للمخطئين أمثالنا. إذن إذا أخطأ وعلقت به خطيئته، كيف يمكن لي أن أتجاوز هذه الخطيئة؟ إما أن أستغفر ربي أو أتوب عليه، وخصوصا ألجأ إلى الصدقة. الصدقة مهمة للغاية. إنسان كلنا مخطئ، قد يخطئ الإنسان، قد لا يغض بصره، قد يطلق لسانه بالغيبة والنميمة، قد ينفعل ويقع له خصام مع مقربيه، قد يسيء التعامل مع الناس، هذه كلها خطايا. بعض الصالحين يقولوا غير الغفلة عن ذكر الله خطيئة، عدم الصلاة في وقتها خطيئة، هجران القرآن خطيئة، نسيان الأهل والأحباب خطيئة. وهناك الكبائر، الزنا والخمر والرشوة وغيرها، هذه الخطايا هل يمكن ربنا أن يغفرها لنا؟ أي نعم. كيف ذلك؟ عن طريق أن نكثر من الصدقة. لما تعطي من مالك تعبر عن صدق نيتك، وتعبر على أنك نادم وأنك طيب القلب. فالصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. تصور عندك النار ظارمة وسكبت عليها الماء بوفرة، هل تبقى النار مشتعلة؟ أبدا، تنطفئ بالتأكيد. هكذا الصدقة تطفئ الخطيئة. ربنا يغفر الذنوب، بل قال يبدل سيئاتكم حسنات. ثم قال وصلاة الرجل في جوف الليل شعار الصالحين، ثم تلا قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع. سيدنا النبي يدل على أمر آخر، بالإضافة إلى الصيام جنة والصدقة تطفئ الخطيئة، قال وقيام الليل، هذا شعار الصالحين. بماذا نعرف الرجل الصالح من الرجل الغير الصالح أو الطالح؟ كيف نعرفه؟ بقيام الليل. أنت أيها الإنسان إذا أردت أن تسأل نفسك هل أنت من الصالحين، علامة الصلاح الحقيقية أن لك نصيب من الليل،
جربوا أيها الأحباب الكرام أنك تكون نائما تغط في نوم عميق الساعة الثانية ليلا، البرد قارس أمطار، وتشعر بأنك قد شعرت بنوع من الاستيقاظ. جرب أنك تقوم، اجتهد، قم وتوضأ ماء منعش. والناس نيام، كل الناس نائمين حولك، الجيران والعائلة والمقربين الكل نائم، وأنت استيقظت في جوف الليل. تتوضأ وضوءا منعشا، تلبس لباسا أبيض، ضع شيء من العطر من المسك أو غيره، ثم استقبل القبلة وقل أنا مع الله، أنا سأصلي لله، وصلي لله تعالى ركعتين خفيفتين أو طويلتين، لكن في السجود تدلل، في السجود تدلل، واطلب ربك وانظر ما الذي سوف تشعر به. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يعني كيبقى يذكر الله تعالى تكيعية ويتقلب على هذا المضجع ويدور المضجع الآخر. هؤلاء هم الصالحون، هم أهل الله. إذا أحب الله عبدا أقامه بين يديه، أما إذا كرهه كيقول له اذهب عني، روح استكمل نومك حتى الصباح. وقضاء الحوائج كلها تكون في قيام الليل، خصوصا لأصحاب الديون وأصحاب الهموم وأصحاب الأمراض. طرقت باب الرجاء والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، وإن شاء الله ربي يقضي. ما يشرق شمس يوم جديد، ما أشرق الصبح حتى أتى الله برزق وفرج جديد. بعده سيدنا النبي الأستاذ المعلم يقول لتلميذه: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ يا معاذ سأدلك على شيء آخر، أدلك على عمود أو رأس الأمر. ما هو رأس الأمر؟ قال: رأس الأمر الإسلام، يعني أن الإسلام هو شعار المؤمنين في زماننا هذا. هناك من يستحي أن ينتسب إلى الإسلام، يقول أنا علماني أو أنا حدثي أو أنا عصري أو أنا أشياء أخرى متعددة. رأس الأمر الإسلام، يعني خليك مفتخر، قل مسلم وأفتخر. البعض وكأنه يخشى على أنه يقول أنت مسلم، لماذا؟ لأن البعض صار أنه كل سبة تلصق بالإسلام. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، يؤكد عليها إنني من المسلمين، افتخر أنك مسلم. هذا هو عمود أو رأس الأمر. ألا أخبرك برأس الأمر؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. إذا كنت تفتخر بأنك مسلم ثم جاء وقت الصلاة ولا أراك تصلي، هذا كذب وبهتان ومجرد ادعاء. فمن علامات المسلم الصلاة. هناك مؤتمرات كانت تعقد في بعض المجالس العليا، أذكر مرة مؤتمر عالمي شارك فيه المسلمون وشارك فيه النصارى وشارك فيه اليهود، وإبان أشغال المؤتمر مر حوالي 4 أيام. جاءت الجمعة، فبعض الأشخاص مسلمين من دول متعددة لم يقوموا للصلاة، مع أن يوم الجمعة ربنا يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. قام قلة قليلة من هؤلاء المسلمين في المؤتمر العالمي للصلاة، والأغلبية بقوا، قالوا: نحن في عبادة والعمل عبادة. وهذا تمويه، أي نعم العمل عبادة، ليس وقت الصلاة، بعد الصلاة. يوم السبت أشغال المؤتمر مستمرة، وكان يشارك طائفة من اليهود، فاعتذروا أن يحضروا في ذلك اليوم، لم يأتوا، لم يحضروا أصلا، وقالوا: هذا يوم فيه صلاة، اليهود يحافظون على صلاتهم في المعابد، ينقطع عن العمل في ذلك اليوم، رغم أن المشكل والمؤتمر يخص مصالح شعبه ومصالح دولته، لكنه لم يحضر يوم السبت، ذهب إلى المعبد ليصلي، وبقي المسلمون والنصارى. يوم الأحد فوجئوا بأن جماعة من النصارى لم يحضروا للمؤتمر، تعطلوا عن الأشغال، أين هم؟ ذهبوا إلى كنائسهم يعبدون الله تعالى. فشعر المسلمون
الذي تخلفوا عن الصلاة يوم الجمعة بالحرج، قالوا كيف لم نصلي في صلاتنا؟ بما نعرف أنك مسلم نعرف بأنك حينما يرتفع الأذان نقوم للصلاة، إذا كنت في اجتماع، إذا كنت في مع خصوصا مع غير المسلمين، تعبر على شخصيتك الإيمانية بأن تقوم لتصلي. وأي مصلحة تبحث عنها؟ الوقت طويل والعام طويل والخير موجود في كل مكان. وسبحان الله حينما تصلي في الوقت، أنا أذكر مرة كنا في نشتغل في إحدى الإدارات العمومية، وكان عندنا مهمة كبيرة جسيمة، وكان هناك عدد كبير من المستخدمين والموظفين لابد أن يستكملوا العمل. وصدف يوم الجمعة والمسؤول كان كبير ومخيف، فجاء وقت الصلاة، فقلنا هل نصلي الصلاة أم نستكمل العمل؟ فريق قال لا ينبغي أن نصلي، لابد أن نكمل العمل، العمل عبادة. والفريق الآخر قال نقوم نصلي، وكلهم يخافون من المسؤول الكبير، هو مسؤول كبير في مدرجة عليا وفي طبيعة شديدة. فأنا عن نفسي قلت لهم لا أخشى إلا الله ولا أطمع إلا في الله، وإن كان الأمر أتخلص من الوظيف ومن العمل، رزق الله واسع. قمت للصلاة فتبعني مجموعة آخرون وصلينا الصلاة في وقتها، والفئة الثانية استمروا في العمل. ربع ساعة انتهت الصلاة وعدنا إلى العمل. فلما جاء المسؤول سبحانك يا جليل ألقى الله في قلبه محبة لهذه الفئة التي صلت، فقال لنا هل تناولتم وجبة الغداء؟ قلنا لا. قال تعالوا معي، فذهبنا فإذا بوجبة غداء دسمة من الكسكس أكلنا، والفريق الذي كان يعمل ظل يعمل ولم يسأل عنه المسؤول. فتعجب الناس، قالوا نحن نعتبر المسؤول كان شديد الطبع لكنه صار كريم. أنا قلت لهم ليس هو الذي كان كريما، بل الله الأكرم، هو الذي جعل في قلبه الكرم وجعل في قلبه المحبة والحياء، وهو الذي هو مسخر من عند الله. وهكذا لا بد أن نفتخر بصلاتنا أيها الأحباب، لا تقل بأن الوقت ضاع، لا تقل بأن المصلحة فاتت، المصلحة في الصلاة، وبعدها سيفتح لك الله الأبواب، أبواب الخير وأبواب العطاء وأبواب الكرم. قال له رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. ذروة سنامه، ما معنى الذروة؟ الذروة هي أعلى شيء، يقال ذروة البعير هي أعلى مقام في ظهره، بمعنى أن أعلى مقام من مقامات التدين المقربة إلى الجنة والمبعدة إلى النار الجهاد. ما معنى الجهاد؟ الجهاد له معاني متعددة، هناك الجهاد الأكبر وهناك الجهاد الأصغر. وكان المشمول برحمة الله تعالى محمد الخامس طيب الله تراه خطبته المعصومة التي ألقاها في خطاب طنجة لما جاء من المنفى وخطم بين الناس، ماذا قال؟ أيها الناس لقد عدنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. ما المقصود بذلك؟ الجهاد الأصغر هو جهاد الأعداء، كان المغرب يعاني من الاستعمار، وكان المستعمرون ينهبون خيرات البلد ويفرقون وحدة الشعب ومسوا رمز السلطة ونفوه إلى كرسيك ومدغشقر، والشعب قامت فيه الفوضى، ولكن قام الأخيار والأبرار والعقلاء وتوحدوا فيما بينهم وقامت المقاومة، والنهاية حزن على الاستقلال. هذا كله عمل شاق مضني. ماذا سماه المشمول برحمة الله محمد الخامس؟ قال عدنا من الجهاد الأصغر، هذا كله جهاد أصغر، إلى الجهاد الأكبر. ما هو الجهاد الأكبر؟ أولا جهاد النفس، أن الإنسان يجاهد في نفسه، لأن النفس أمارة بالسوء، النفس تدعوك إلى المحرمات، تدعوك إلى التقاعس. ثم الجهاد الأكبر هو بعد أن أربي نفسي أقوم للعمل، وهو البناء والتعمير والمساهمة في العمران، نعمر البلاد ونبني المؤسسات ونبني الشركات والوحدات الإنتاجية، ونبني ديمقراطية وعدالة اجتماعية، ونبني حياة تكون طيبة مباركة. هذا هو الجهاد الأكبر، ذروة سنامه الجهاد. للأسف بعض الشباب أخذوا معلومات خاطئة عن الجهاد عن طريق بعض العلماء الذين لهم أفق ضيق، فظنوا بأن الجهاد هو أن تقوم بالسيوف وأن ترجع إلى الصورة الذهنية التي كانت في العصر العباسي وتبدأ في هذا مفهوم خاطئ جدا،
ويظهر بأن جميع المؤثرات والمخلفات ديالو كارثية، لم نحصل منها على أي ثمار، بالعكس سجون ودمار وخراب ومزيد من الخسران. فالجهاد الحقيقي الأصغر هو جهاد الأعداء، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ثم الجهاد الأكبر جهاد النفس، أنك لا تتهم الآخرين، اتهم نفسك أولا. الصالحون إذا أرادوا أن يوجهوا اتهامات يبدأوا بأنفسهم، أنا أتهم نفسي، أنا في كبر، أنا في رياء، أنا في رغبة في الأشياء محرمة، وأجاهد نفسي. المجاهدة النفسية تجعلك نقيا طاهرا، تسمى التخلية قبل التصفية. وحينما أنتهي من مجاهدة نفسي أبدأ في جهاد المجتمع، وهو البناء والتشييد والتعمير وما يسمى بالعصرنة والقوننة وغير ذلك، كله يدخل في إطار البناء والتعمير. ثم في الختام ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، الأستاذ المعلم، ماذا قال لتلميذه النجيب معاذ ابن جبل؟ قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ ملاك، ما معنى ملاك؟ ما تملك به الأشياء يا معاذ. الآن سوف تدخل إلى المستنقع، تدخل إلى حلبة الصراع، تدخل إلى المجتمع. المجتمع في البناء والتعمير، تدخل مع الناس في الجمعيات، تدخل مع الناس في الأسواق، تدخل مع الناس في المصالح والمنافع، إذا ستدخل إلى حلبة الصراع. فأنبهك يا معاذ بملاك الأمر كله، ملاك ما تملك به الأشياء، يعني الملاك أملك به، بحال اللجام، اللجام ديال الحصان يسمى الملكة، تملك به الحصان ويسمى الحكمة، تحكم به الحصان. قال لي: ما هو ذا الملاك يا رسول الله؟ قال: أمسك عليك لسانك، أمسك عليك لسانك. إذا دخلت إلى 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 علاقات مع الناس، عمل اجتماعي، عمل نقابي، عمل سياسي، عمل عائلي، أمسك عليك لسانك. فقال: يا رسول الله، أو نحن محاسبون بألسنتنا؟ قال: أي نعم، تكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. لابد للإنسان أن يحذر من اللسان، لأن اللسان ممكن أن يرفعك وممكن أن يضعك. اللسان هو خطير جدا. كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: لو كان هناك شيء في الأرض يحتاج إلى طول سجن لكان هو اللسان. ربنا جعله في سجن، في الفم داخلا، وحوله طاقم أسنان، وبعده شفتين قويتين. إمساك اللسان علينا أن نمسكه. ورحم الله عبدا قال: خيرا فغنم، أو سكت فسلم. من ثم سار سيدنا معاذ يخاف على لسانه، فسأل النبي الكريم: يا رسول الله، وماذا أقول في لساني؟ قال: كل ما في خير، أي كلام ما في خير، إلا أمر بالمعروف، أو إصلاح بين الناس، أو ذكر الله. الكلام الذي سوف يخرج منك احرص على أن يكون في هذه المواضع: الأمر بالمعروف، أو الإصلاح بين الناس، أو ذكر الله تعالى. ففرح سيدنا معاذ بهذه الوصية من الأستاذ إلى تلميذه، أعمال تقرب إلى الجنة وتبعد من النار. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بها وأن يقربنا إلى الجنة ويبعدنا عن النار، ويجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، نسألك اللهم أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد الرحمة المهداة، سيد الأولين والآخرين، حبيب رب العالمين. اللهم صل وسلم صلاة جلال، وسلم سلام جمال على حبيبك سيدنا محمد، صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا أكرم الأكرمين. اللهم صل على الحبيب البشير الشفيع النذير، اللهم صل على العالي القدر العظيم الجاه سيدنا محمدا، صلاة تملأ خزائن الله نورا، وتكون لنا فرجا وفرحا وسرورا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأرواح،
وصل على جسده في الأجساد، وعلى قبره في القبور، وعلى موقفه في المواقف، وعلى مشهده في المشاهد. يا رحمن يا رحيم، اللهم صل وسلم صلاة كاملة وسلاما تاما على سيدنا النبي محمد بن عبد الله الذي تنحل به العقد، وتنفرج به الكرب، وتقضى به الحوائج، وتنال به الرغائب وحسن الخواتم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد عدد ما أمطرت السماء منذ بنيتها، وصل عليه عدد ما أنبتت الأرض منذ دحوتها، وصل عليه عدد النجوم في السماء فإنك أحصيتها، وصل عليه عدد ما تنفست الأرواح منذ خلقتها. اللهم صل عليه صلاة دائمة مستمرة الدوام على مر الليالي والأيام، متصلة الدوام، لا انقضاء لها ولا انصرام. يا رب صل على سيدنا محمد الذي نوره من نور الأنوار، وأشرق بشعاع سره الأسرار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، بحر أنوارك ومعدن أسرارك ولسان حجتك وإمام حضرتك وطريق شريعتك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. صل عليه صلاة تفتح لنا بها أبواب الخير والتيسير، وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير. صلاة تحل بها عقدنا، وتفرج بها كربنا، وتنقذ بها عثراتنا، وتقضي بها حاجاتنا. اللهم صل على محمد بن عبد الله القائم بأمر الله، ما ذاق أمر إلا فرجه الله، ما ذاق أمر إلا فرجه الله، ما ذاق أمر إلا فرجه الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.